كابتن لوفانور، اهلا وسهلا فيك ببرنامج صدى الملاعب. بدايه حابين نعرف، اصابه طويله اليوم رجعت بمستوى اقوى من اللي توقعه اي شخص ثاني. ثاني واحد ممكن يكون شرجاوي، يا سلام وشباب الاهلي. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حقيقة لقد كانت إصابتي قوية جدا، لكني تمرنت وبذلت قصارى جهدي للعودة سريعا. الكل ساعدني ومنحني الثقة للدخول في الأجواء والاندماج في المنظومة خطوة بخطوة، وما زاد من فرصة عودتي وبروزي من جديد هي ثقتي بنفسي وبأهميتي للفريق، إضافة لثقة المتبادلة بيني وبين الجميع هنا في النادي. كابتن، نشوف اليوم شباب أهلي دبي مستوى تصاعدي بآخر المباريات، كيف بتقيم أداء فريق شباب الأهلي دبي هذا الموسم؟ من وجهة نظري الشخصية، لقد جاءت عودة الفريق وتحقيقه للنتائج المميزة في الوقت المناسب رغم البداية غير الموفقة. أداؤنا وتصرفاتنا وتحملنا المسؤولية ساعدنا كثيرا في التطور من مباراة لأخرى. نحن ننافس هذا الموسم على كافة البطولات بعد أن حققنا أول الألقاب كأس الخليج العربي، لكن فلسفتنا الأساسية هي السعي للفوز بكل مباراة على حدة. نحن جاهزون ومركزون جدا في الآونة الأخيرة. كما قلت، حققنا كأس الخليج العربي بعد مباراة قوية أمام الوحدة، وهو فريق كبير ويملك عناصر مميزة. في الدوري خضنا مباريات رائعة وقدمنا أداء جيدا فيها، لكن طموحنا وحلمنا كبير جدا. أتمنى أن نواصل التقدم أكثر، وسنحاول أن نحقق شيئا في نهاية الموسم. في كأس رئيس الدولة ستكون مواجهتنا أمام الظفرة صعبة، وهو فريق جيد ومنظم تمكن من إقصاء فرق كبيرة لبلوغ النهائي، لذا علينا التركيز جيدا أمامهم. تحدثت عن طموحكم بتتويج بالدوري، هل تعتقد انه فعلا انت الشباب الاهلي دبي قادر انه يحقق اللقب؟ لا يمكن القيام باي عمل دون الطموح، لذا بالتاكيد لدينا الامل بنيل لقب الدوري، لكن علينا التفكير بذلك بكل ذكاء. يجب علينا القيام بعملنا وتحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية، لكن يجب أن نأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى، وسنرى إن كنا سننافس على لقب أم لا. حكينا عن لوفانور شخصيا. لوفانور إجا المحترفين كثير على شباب أهلي دبي وغادروا، ولوفانور لساته المحترف اللي يعتمد والمحبوب من قبل شباب الأهلي دبي. أشكرك على كلامك عني. سبب بقائي وتواجدي في الفريق منذ فترة هو عملي الجاد في التدريبات والمباريات. أحاول تقييم ومحاسبة نفسي بعد كل أسبوع وحتى في كل يوم. أسعى دائما بأن أجتهد وأقدم كل ما لدي للفريق. منذ طفولتي وأنا أحلم وأبحث عن المنافسة. أعتقد أن السر الخاص بي هو انتقادي وتقييمي لنفسي بعد كل مباراة وبعد كل تدريب. السنة هاي كتير عم يتحدثوا عن ثنائية لوفانور وأحمد خليل، شو سر هالتوليفة هاي؟ علاقتي بأحمد خليل رائعة في داخل الملعب وخارجه، لكن الأهم من كل ذلك هو عملنا سوية لمصلحة الفريق. لا فرق بين من يسجل بيننا، المهم هو مساعدة الفريق. أحمد لاعب رائع وعلاقته مميزة مع الجميع، يملك الخبرة والمهارة الكافية والتي لا تقل عن أهم اللاعبين الأوروبيين. لا يمكننا أن نقلل من أهميته للفريق أو حتى للمنتخب الإماراتي، لذا من الجيد أن تكون علاقتنا قوية، لأن المستفيد بالدرجة الأولى هو شباب الأهلي دبي.